بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض درس الـ Human Nervous System. واتكلمنا في الأول خالص في الدرس ده إن Nervous System هو عبارة عن Communication and Controlling Body System، وإن الـ Human Nervous System بيتقسم ليه جزئين، هما الـ Central Nervous System والـ Peripheral Nervous System. الـ Central Nervous System بيتكون من Brain و Spinal Cord. وقبل ما نتكلم في السنترال نيرفس سيستم، احنا اتكلمنا مع بعض في النيورون نفسه، وقلنا واتس مينت باي نيورون ان هو ذا بيلدينج يونت اوف نيرفس سيستم واتس كولد نيرف سيل. وكنا درسنا مع بعض الاستراكشر اوف نيورون، وقلنا ان اي نيورون بيتكون من جزئين، هو بيتكون من السيل بادي وبيتكون من الاكسون، وان السيل بادي دي بتتكون من كذا حاجه، بتتكون من النيوكليس وبتتكون من السيتوبلازم وبتتكون من البلازما ميمبرين. واتكلمنا برضو دي زي مراجعة سريعة على اللي فات، ان الدندرايتس دي عبارة عن branches extend from the cell body وبتيجي في الامتحان كتير على فكرة. واتكلمنا عن الاكسن ان هو cylindrical axis covered with fatty layer، وان لما الترمينال ده بيمسك في الدندرايت اللي بعده فبيكون حاجة اسمها سينابس، وقلنا ان السينابس دي area which area in which the terminal of neuron are connected to the dendrite of another A neuron. طيب تعالوا نتكلم في الـ central nervous system. احنا قلنا ان الـ nervous system نفسه بيتقسم لحاجتين، الـ central nervous system و peripheral nervous system. هنتكلم الوقتي على الـ A، على الـ central nervous system. قلنا بقى ايه، خلينا نمشي واحدة واحدة بقى كده ونفكر في الموضوع بالراحة. اولا السنترال نيرفس سيستم بيتكون من حاجتين، السنترال نيرفس سيستم بيتكون من حاجتين، بيتكون من برين وسباينال كورد. يبقى انا لما اسالك هو النيرفس سيستم بيتكون من، السنترال نيرفس سيستم بيتكون من ايه، تقوم قايل لي ان هو بيتكون من حاجتين يا مستر. ايه هما؟ بيتكون من برين اند سباينال كورد. تعال امسك البرين. البرين اللي هو الحاجة اللي جوه الجمجمة، يعني أنا لو بصيت لجمجمة الشخص ده، فالشخص ده من جوه الجمجمة بتاعته في الحاجة اللي جوه دي اللي اسمها البرين، وكل إنسان ربنا خلقه عنده برين. وفي اعتقاد خاطئ إن اللي جوه الدماغ دي حاجة واحدة، يعني جوه البرين دي حاجة واحدة. لا بالعكس، ده البرين بيتكون من ثلاث أجزاء. يعني البرين اللي ربنا خلقه ده بيتكون من ثلاث اجزاء، بيتكون من انا هقول لكم الاسامي وهي غريبه عليكم شويه، بس ايه ابتدوا ان انتوا تحفظوها. يعني البرين بيتكون من ثلاث اجزاء: سيريبرم، سيريبيلم، ميدالا اوبلينجيتا. ايه يا مستر اللي انت بتقوله ده؟ طيب هقولهم لك تاني. دول الثلاث اجزاء اللي بيتكون منهم البرين، المخ اللي جواك ده، اللي جوه دماغك ده، اللي جوه ده اسمه ثلاث اجزاء. في حاجه اسمها سيريبرم، سيرابيلم، ميدالا اوبلينجاتا. طيب ايه يا مستر البرين؟ يعني ايه اهميه المخ ده؟ هو طبعا البرين هنفهم بعد كده ان هو ثلاث اجزاء وكل جزء ليه فايده، بس عموما البرين ده هو المين كنترول اوف سيستم، هو ده المدير. يعني الحاجة اللي ربنا خلقها في راسنا من فوق دي هي دي المدير بتاع الجسم، وهي دي المين كنترول سيستم. بتيجي دايما في الامتحان كلمة مين كنترول سيستم دي، يقول لك what's the control او مين كنترول سيستم of human body، ده البرين. طب البرين ده لوكيتد فين يا مستر؟ الاقيه في رجلي مثلا ولا ايه؟ لا ده في دماغي من فوق في السكال في الجمجمة. يبقى it's located in bony box. bony box يعني صندوق من العظم. تلاقي في صندوق عظم فوق دماغك كده، صح؟ مش في صندوق عظم؟ صندوق العظم ده اسمه سكال. طب السكال دي العظم اللي ربنا خلقه حوالين البرين ده، اللي هي الجمجمه اللي في دماغي دي، اسم ليه بقى؟ تو بروتكت ات، عشان يحمي البرين. يعني ربنا خلق السكال، سكال اللي هي الجمجمه، تو بروتكت ذا برين. وان البرين بيتكون من ثلاث حاجات: سيريبرم، سيرابيلم، ميدالا اوبلينجاتا. ذا فانكشن اوف برين، ذا فانكشن اوف برين اهميته ات دايركت and coordinates، بيوجه وينظم all processes، كل العمليات
الايديز، behaviors، emotions، كل الانفعالات، كل الافكار، كل الانطباعات، كل الحكايات اللي في جسمك كلها، وكل التفكير وكل الخطط الشريره اللي انت بتفكر فيها موجوده جوه البرين. يبقى انا فهمت كده، لما بفكر بفكر بايه؟ بفكر بالبرين، ولما بحس بحس بالبرين، ولما بزعل بزعل من البرين. يبقى البرين ده حاجه مهمه جدا جوه الجسم بتاعي. طيب تعالوا نمسك الاستراكشر اوف برين اللي احنا يا مستر كنا لسه بنتكلم عنه، اللي هو سيريبرم، سيرابيلم، ميدالا اوبلينجيتا. ستراكشر اوف برين، برين كونسيست اوف 3 بارتس، سيريبرم، سيرابيلم، ميدالا اوبلينجيتا. ومهمتنا بقى ان احنا نمسك السيريبرم نفهم ده بيعمل ايه، السيرابيلم بيعمل ايه، الميدالا اوبلينجيتا بيعمل ايه. وتعالوا نبدا بالسيريبرم. السيريبرم هو اول جزء من اجزاء البرين، وهو الجزء الكبير قوي في الدماغ ده. يعني هو الجزء الكبير اللي هو قدامنا ده، ده السيريبرم. يعني اغلب الدماغ، اغلب البرين عباره عن سيريبرم اللي هي الجزء الكبير ده. ولو تاخد بالك ان السيريبرم متقسم لجزئين، لجزء يمين وجزء شمال، يعني الجزء اليمين والجزء الشمال. ودايما السيريبرم في الايه، التعرجات دي او الالتواءات دي اللي هي ايه، اللولوه دي، انت تبقى ملولو كده المخ ده، فده سيريبرم. تعال نفهم يعني ايه سيريبرم بقى. سيريبرم ده largest part in brain، يعني ده اكبر جزء في البرين، وبيتقسم لجزئين. الجزء كل جزء فيهم اسمه سيريبرال هيمسفير. يعني انا شغال دلوقتي في السيريبرم، السيريبرم ده متقسم لنصين، النص ده اسمه سيريبرال هيمسفير والنص ده اسمه سيريبرال هيمسفير، يعني الاثنين اسمهم ليفت ورايت. طيب متوصلين ببعض يا مستر؟ اه متوصلين ببعض، وفي نفس الوقت مش لازقين في بعض، هم مفصولين ببعض بحاجه اسمها فيشر، يعني سيبريتد باي فيشر، في النص كده في حاجه اسمها فيشر. المهم ان اللي يهمني يعني ان هم تو سيريبرال هيمسفير اثنين، وان السيريبرم ده لارجست بارت. السيريبرم هو لارجست اي بارت. اقول من الاول، حاضر، سيريبرم ده اكبر جزء وبيتقسم لتو سيريبرال هيمسفير. طيب بس كده يا مستر؟ لا، لو انا بصيت للبرين، البرين ده في طبقه خارجيه، الطبقه اللي هي من بره، اللي هي المحيطه بيه من بره دي، اسمها سيريبرال كورتكس، ذا اوتر لاير. ودي مهمه جدا، ذا اوتر لاير از جراي، المخ من بره، المخ من بره لونه جراي، والطبقه اللي مخلياه جراي دي اسمها سيريبرال كورتكس. الطبقه اللي بره في البرين لونها جراي واسمها سيريبرال كورتكس. طيب the cerebral hemisphere have many convolutions. السيريبرال هيمسفير اللي هي اي نص من النصين دول مليانه لولوه، مليانه ايه، التواءات كده. وبيقولوا ان الشخص الذكي جدا دماغه بتبقى ملولوه قوي، يعني بتلاقي التنايات دي كتير جدا في دماغه. ماشي، ما بصراحه انا مش متاكد المعلومه دي، بس المعلومه دي انا سمعتها. طيب function of cerebrum، خلي بالك ان انا شغال في السيريبرم. السيريبرم ده مسؤول عن عمليه الثينكينج والميموري سنترز. ده كونتين ثينكينج، بيبقى فيه التفكير، وانت بتعمل كده خطه شريره. فالخطه الشريره دي بتتعمل فين؟ في البرين. ايوه، فين في البرين بقى؟ في السيريبرم. يبقى في الايه، في السيريبرم. طيب ومسؤول برضو السيريبرم ده عن حاجه اسمها voluntary actions. voluntary actions، what's meant by voluntary actions؟ ال voluntary actions هي ردود الافعال الارادية. يعني ايه الارادية؟ اللي انت بتقرر تعملها، مش اللي بتتعمل لوحدها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مثلا لو وقفت في الحر، في الشمس الشديدة بتعرق، العرق ده ما كانش بقرارك، ده طلع لوحده. انما ايه اللي بقرارك؟ اللي بقرارك ان انت تجري، ان انت تاكل، ان انت تشرب، كل الحاجات دي بارادتك. انت عاوز تقوم تمشي، اتفضل، عاوز تقعد، اتفضل، عاوز راننج، اتفضل، كل الحاجات دي بارادتك انت. محدش بيقدر ان هو، او محدش بيعمل الموضوع، يعني انت مش بشكل لا ارادك بتعملها. يعني اكيد انا مش قاعد بتكلم معاك فجاه قمت جريت،
انت قمت جريت ليه يا ابني؟ تقول ما اعرفش يا مستر. ايه ده، ايه اللي ما اعرفش؟ انت قمت جريت. ايوه، ما انا لقيت نفسي بجري. إيه في حاجه اسمها لقيت نفسي بمشي او لقيت نفسي بجري؟ دي لا طبعا، اللي بيعمل كده بيكون مقرر يعمل ده، لان دي حاجه فولنتري. طيب مسؤول برضو السريبرم عن ريسيف نيرف امبالسس، بيستقبل النبضات من السنس اورجان، من المراكز الاحساس الاي والاير والنوز والتانج والسكن. يبقى ده كده السريبرم. السريبرم لارجست بارت، وبيتقسم لتو سريبرال هيمسفير، بيتقسم لنصين، ومحاط بسريبرال كورتكس ولونها جري وفيها كونفوليوشنز. طب الفانكشن بتاعتها ايه يا مستر؟ ثينكينج، ميموري سنترز، الفولنتري اكشنز والسنس اورجان. طيب طبعا انا عارف ان انت مستغرب اللي بتدرسه، ولكن انا عاوزك تتفرج على الفيديو اكتر من مره، وعاوزك تطبع الملزمه وتحفظها كتير. الملزمه هتلاقي اللينك بتاعها تحت الفيديو. تعال ندخل في السيرابيلم. السيرابيلم ده يمكن اهم جزء، مش اهم جزء بس يعني هو مهم جدا، لان انا من وجهه نظر انا الشخصيه، من وجهة نظري الشخصية، ان الميدالا اوبلينجاتا هي اهم حاجة في جسم الانسان. بس احنا الوقت بنتكلم في السيرابيلم، خلينا نمسك السيرابيلم. احنا قلنا في سيربرم اتكلمنا عنه، سيرابيلم هنتكلم عنها الوقت. السيرابيلم هي موجودة في الباك اوف برين بلو سيربرال هيمسفير. السيريبرم او سوري السيرابيلم موجود تحت السيريبرم. سيرابيلم دي تاني واحده اسمها سيرابيلم، موجوده تحت السيريبرم. طب بتعمل ايه يعني يا مستر؟ يعني هي بلوتو هيمسفير ماشي تحت الهيمسفير، بس يعني او تحت السيريبرم يعني، بس هي ايه اهميتها؟ اهميتها مينتين ذا بودي بالانس، مينتين ذا بودي بالانس، بينظم الايه التوازن. يعني ايه التوازن؟ انت لما بتقوم تمشي، ودي حاجه غريبه على فكره انت ما فكرتش فيها قبل كده، بتاخد بالك ان انت ماشي متزن بفضل الله؟ يعني الحمد لله، المفروض تحمد ربنا وتقول الحمد لله، ولو انت مش كده تقول الحمد لله برضو. في مرضى بيبقى عندهم عدم اتزان، ما بيقدرش يمشي لوحده، يعني لو قام مشي تلاقيه بيترعش، او تلاقيه بيتهز، او تلاقيه ان هو دماغه مش مظبوطه، تلاقي دماغه جايه كده او كده، او ممكن لو خليته يمشي لوحده تلاقيه يقع. ده عادي، مرض والحمد لله بيتعالج. بس الدكتور لما بيجي له واحد ما بيقدرش يتزن، ما بيقدرش يمشي، بيعالجه. وبيعالج ايه بقى؟ بيعالج السيرابيلم. ولو لا قدر الله حد مثلا بيسمعنا وهو مريض بالسيرابيلم دي، او عنده السيرابيلم ما بتعملش البادي بالانس مظبوط، طبعا برضو الحمد لله احنا بنحمد ربنا في الخير، ويعني في السراء وفي الضراء، في الحاجه الحلوه وفي الحاجه اللي بالنسبه لنا وحشه، لكن كل اللي ربنا بيعمله بيكون كويس. فالسيرابيلم لو انت حد عنده مشكله في السيرابيلم، هو عنده مشكله في البادي بالانس، والدكتور بيديله ادويه يعالج الايه الموضوع السيرابيلم ده. طيب هي ايه برضو مشكله السيرابيلم؟ لما دي معلومه ليك انتوا بقى، معلومه ليك انتوا، لما بيبقى انسان مش كويس، والانسان المش كويس ده بيروح مثلا يشرب مخدرات، او يروح مثلا يعمل حاجه غلط ويشرب مخدرات وكده، هو المخدرات دي زي المخدر، بتخدر له مخه وبتخليه مش متزن، بتلاقيه ماشي يتطوح يمين وشمال وسكران. هو عمل ايه؟ الراجل ده خد المخدرات اللي هو بياخدها دي، طبعا دي حاجه غلط جدا، خليته عمل ايه؟ خليته نايم السيرابيلم، قال لها بصي انت نايمي، فالمخدرات بتلعب على السيرابيلم، فتخلي الانسان ما عندوش اتزان، يقوم سايق العربيه يعمل حادثه ويموت. فالسيرابيلم حاجه مهمه جدا، ماشي؟ طيب يبقى انا قلت ان البرين بيتكون من سيربرم، وبيتكون من سيرابيلم، وبيتكون من ميدالا اوبلينجات. تعال نتكلم على الميدالا اوبلينجات اللي من وجهه نظري هي اهم حاجه في جسم الانسان. الميدالا اوبلينجات موجوده فين؟ موجوده تحت السيريبرم، وموجوده قدام السيرابيلم، يعني موجوده في الحته دي بالظبط، يعني في الحته دي بالظبط في الميدالا اوبلينجات. لو انا بصيت كده
هلاقي دي الميدالا اوبلينجاتا، الحتة دي بالظبط. الميدالا اوبلينجاتا مهمتها ايه؟ اولا باختصار شديد، الميدالا اوبلينجاتا مهمتها الانفولانتري اكشن. مش احنا اتكلمنا ان السريبرم اللي فوق ده مهمته ان هو يعمل او كنترول ذا فولانتري اكشنز؟ طيب اهو الميدالا اوبلينجاتا بقى مسؤوله عن الانفولانتري. ايه يعني يا مستر؟ ايه المشكله؟ ما هو انت مش واخد بالك يعني ايه انفولانتري. الانفولانتري اكشنز دي الاشياء اللي الانسان بيعملها بدون تفكير. زي ايه؟ زي ضربات القلب، زي الدايجستيف سيستم، زي الفيجن الرؤيه، زي الحاجات دي كلها. انت لو عطلت الميدالا اوبلينجاتا عند شخص، لو خليت الشخص ده الميدالا اوبلينجاتا عنده باظت، صدقني الانسان ده هيموت. ليه هيموت؟ لان هو ما بقاش قلبه يدق بشكل مظبوط، وما بقاش ان هو جسمه ماشي بشكل مظبوط، لان الاشاره اللي هتروح للقلب علشان يدق مش هتروح، وبالتالي القلب هيقف، وبالتالي الانسان ده هيموت. يبقى الميدالا اوبلينجاتا اولا موجوده فين؟ موجوده ان فرنت اوف سيرابيلم، موجوده قدام السيرابيلم، وكونكت ذا برين تو سباينال كورد. لو تاخد بالك ان هي بتوصل البرين اللي هو الجزء ده كله بالجزء اللي هيجي بعد كده اللي هو السباينال كورد، موجوده في الحته دي. طيب مهمته ايه؟ مهمته ان هو كنترولز ذا انفولانتري اكشن، ريجوليتنج هارت بيتس، ريجوليتنج ذا موفمنت اوف ريسبيراتوري سيستم، ريجوليتنج ذا موفمنت اوف دايجستيف سيستم، بينظم ضربات القلب، بينظم التنفس، بينظم الايه الهضم. فهمنا كده يا شباب؟ البرين، يبقى البرين بيتكون من ثلاث حاجات: سيريبرم، سيرابيلم، ميدالا اوبلينجاتا. ماشي؟ واتكلمنا عن كل واحده فيهم. الجزئيه اللي انت شايف ان انت مش فاهمها ارجع رجع الفيديو وافهمها. طيب تعالوا نتكلم على ذا بريفيرال نيرفس سيستم. سوري مش هنتكلم عن البريفيرال دلوقتي، هنكمل الايه السنترال، عشان بس ما لخبطكوش. احنا قلنا ان السنترال نيرفس سيستم بيتكون من ايه؟ من برين وسباينال كورد. انا خلصت البرين، تعال ناخد السباينال كورد بالمره في الفيديو ده. السباينال كورد ده الجزء الثاني من السنترال نيرفس سيستم، وهو عبارة عن سيلندريكال كورد، عبارة عن حبل. شايف اللي في النص الأصفر ده؟ أولا هو فين السباينال كورد ده؟ موجود في ظهري. عارف السلسلة العظمية اللي في الظهر دي؟ مش في عمود فقري في ظهرك؟ لو حطيت إيدك على ظهرك كده هتلاقي إن في إيه؟ في عظم. العظم ده ماشي جواه، ماشي جواه السباينال كورد، من جوه كده ماشي إيه؟ النخاع الشوكي، أو اللي هو اسمه سباينال كورد. السباينال كورد ده عبارة عن إيه؟ It is a cylindrical cord. عباره عن cylindrical cord which extend in a channel of vertebra. موجوده جوه channel of vertebra. vertebra يعني فقرات. in the backbone. في الباك بون، في الايه، في السلسله العظميه اللي في ظهر الانسان دي. to protect it. يعني هو موجود في الباك بون، في السلسله العظميه اللي ورا دي في ظهرك، علشان تحافظ على السباينال كورد. طيب السباينال كورد composed of internal gray matter. ال spinal cord من جوه، من جواها لونها gray و external white. طب ايه المشكلة يعني يا مستر؟ لو تفتكر انا لما شرحت السيريبرم، المخ بتاع الانسان، قلت ايه؟ قلت ان مخ الانسان من بره gray ومن جوه ابيض، من بره gray ومن بره، سوري، من بره جري ومن جوه ابيض. ماشي؟ طيب انما السباينال كورد من بره ابيض ومن جوه جري، من بره ابيض ومن جوه ايه؟ ومن جوه جري. يبقى اكسترنال وايت وانترنال ايه جري، عشان بس تكونوا فاكرين. وشكل شكل السباينال كورد واخد حرف الاتش، لتر ايه؟ لتر اتش. طيب ايه هي الفانكشن اوف سباينال كورد؟ ودي هنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده. اهميتها ان هي بتعمل الريفلكس اكشن. ريفلكس اكشن، كان نفسي ان انا بقى قاعد معاك عشان اقوم شكك بالقلم مره واحده، هتلاقي نفسك اتنفضت. انا لما اجي فجاه كده اقوم شكك او شكك بالقلم،
انت هت ايه القلم البنسل يعني او البن، هتلاقي ان انت فجاه اتفزعت، قلت ايه ده يا مستر انت بتشكيني ليه؟ هو ده الريفلكس اكشن، هو ده رد الفعل. انا لما اجي اقوم مديك بره كده واحده بالقلم، هتلاقي ان انت ايه، مش بالقلم اللي هو على وشك يعني، بالقلم اللي هو يعني شكتك بالقلم البن يعني، هتلاقي ان انت خدت رد فعل مره واحده. هو ده الريفلكس اكشن. مين المسؤول عن الموضوع ده بقى؟ المسؤول عن الموضوع ده السباينال كورد اللي هو موجود في ظهري ده. الاشاره بتروح له وبعدين هو بياخد رد فعل. فايت از ريسبونسبل فور ريفلكس اكشن. وخد بالك ان لازم هتجيلك في الامتحان وبتحلها بسرعه، يعني هي ريفلكس اكشن سباينال كورد على طول. يبقى الفانكشن اوف سباينال كورد از ريسبونسبل فور ريفلكس اكشن ساتش از ويذدرول اوف هاند كويكلي اون تاتشينج هوت سيرفيس، لما بتلمس حاجه سخنه جدا، وي ديليفر نيرف مسجز فروم بودي اورجانز تو ذا برين اند فايس فيرس، بتوصل الاشارات من البادي للمخ والعكس. ده السباينال كورد. والسباينال كورد حاجه سهله جدا. المهم عندي ان انت تكون عارف ان هي شكلها الليتر اتش، شكلها حرف الاتش، من جوه جراي ومن بره وايت، وان هي موجوده في الباك بون تو بروتكتد، في العمود الفقري عشان تحميها. واهم نقطه، اهم نقطه ان انت تعرف ان السباينال كورد ريسبونسبل فور ريفلكس اكشن. هنبتدي في البريفرال نيرفس سيستم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي عشان ما يكونش الفيديو كبير عليكم، وهنتكلم كتير في الدرس اللي جاي او في الفيديو اللي جاي على البريفرال. احنا في الدرس ده خدنا مع بعض السنترال نيرفس سيستم، اتكلمنا عن البرين، اتكلمنا عن السيريبرم، السيريبلم، الميدلا اوبلنجاتا، ويا رب يكون فيديو مفيد لكم. لو في جزئية انت مش فاهمها كويس ارجع اسمعها تاني، هتلاقيها ان شاء الله بقت سهلة. لينك الملزمة دي تحت الفيديو، في اي وقت تقدر تبعت لي على الواتساب، على رقمي في واتساب، ده رقم الموبايل بتاعي، على الواتساب تقدر تبعت لي لو في سؤال او مش عارف تحمل الملزمة او لو عندك اي مشكلة. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. كنت معكم مستر احمد الباشا، باي باي.